السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه Open AI، ممكن تديله تكست ويبدأ ان هو يعمل لك صور او تديله سكتش صغير هو يعمل لك حاجة ادفانسد زي ما انت شايف. طيب خلينا نقول له start creating now. فعندنا create from scratch تبدأ من صفر، او تديله سكتش to image، او creative تديله صورة هو يبدأ ان هو يعدل فيها، او في magic brush، او في عندنا custom people stock photo تقول له مثلا عايز شخص كبير عايز صغير وهكذا، يبدا يعمل لك الصوره او يعمل لك تحويل للصوره او يعمل لك اي اي كيو ار كود. يعني بتقول له اعمل لك كيو ار كود بس انا عايز احط مثلا شعار بتاع الشركه بتاعتي، بحيث اللي يعمل سكان يبدا يطلع له المعلومات كامله او يحذف لك الخلفيه. كل دي امكانيات موجوده في البرنامج. طيب خلينا نبدا كرييت فروم سكراتش. هتبدا بقى تديله البرومت النيجاتيف لو انت عايز حاجه ما تبقاش موجوده، يعني تقول له اعمل لي كله بس مش عايز صور مثلا تكون في مكان معين او اي شيء انت عايزها. ايمج تو ايمج بتدي له صوره يعتمد عليها. كنترول نت هياخد الخطوط بتاعه الصوره اللي انت هتديها له ويبدا ان هو يعتمد عليها. طيب خلينا هنعمل ساين اب عشان تقدر نشتغل على البرنامج. دي صوره كنت عملتها قبل كده، قلت له عايز حاجه فرعوني بدا يعملها لي، عايز صور سيارات فبدا يعملها لي. ادي المباني اهي اللي انا طلبتها منه، ممكن نقول له كبرها لي اهو. ده البرومت، ده الموديل اللي احنا استخدمناه، ده الويس، ده السكيل. نقدر نعمل لها بابلش لو احنا عايزين، او ان احنا مش ومش نستغلها في ان احنا نكون صوره تانية. خلينا نعمل برضو بابلش للصور ديت. نقول له ايجيبشن هوم، هو اوتوماتيك اللي فكر فيه ايجيبشن هوم يبقى مبنى من المباني الفرعونيه القديمه. طيب ممكن نعمل ايه سويتش اوبن اي اي كرافت. دي كلها حاجات تقدر تستغلها عشان تعمل صور، مثلا دي الاي تمام اهوت، ونقول له كرييت. يعني الموقع ده فيه مودلز كتير تمام، تقدر تعمل بيه صور كتير قوي. اول ما احنا غيرنا الموديل جاب لك صور مختلفه تماما بالشكل دوت اهي وهكذا. طيب نقدر نغير الموديل تاني وتالت ورابع ونعمل صور كتيره مختلفه. مش معنى ان احنا اخترنا الصوره دي ان هو يجيب شكل واحده، لا ده هو هياخد الفكره نفسها، هياخد الالوان اللي اترسمت بيها والافكار اللي موجوده فيها. هو عمل صورتين جمال تمام، ما خدش وقت في ان هو يعمل صورتين تمام. دي كلها كل الصور دي بنفس البرومت بنفس التكست وكل حاجه. ممكن بقى نيجي هنا تقدر تجرب بقى سكتش تو ايمج، تجرب ستوك ايمج وهكذا، هتلاقي فيها شويه ادوات ظريفه. يعني هنا ممكن تديله صورة وهو يبدأ تقول له مثلا عايز شوية تعديلات عليها تمام. يعني خلينا ناخد مثلا الصورة ديت وأقول له خليها Arabic Islamic Gear. أنا عايز أعرف هو هيفكر فيها ازاي، زي لما قلت له بيت مصري فكر فيها ازاي، هيغير الملامح ازاي والحاجات دي كلها. يعني عمل تعديل لا يذكر في الصورة، يعني مش مشكلة تمام. طيب ممكن نقول له ايه مثلا، ممكن ترفع اي صورة من عندك وتقول له عدل لي فيها. يعني ممكن نحذف فيه ونرفع اي صورة من عندي، هو يحاول يعمل لك حاجة باختلافات بسيطة، يعني حتى من غير ما تكتب برومت هو يقدر ان هو يعدل فيها. طيب خلينا مثلا نختار كده صورة أكون لسه محملها. كنت أنا محمل صورة سلاحف النينجا، مفيش مشكلة تمام. طيب خلينا نقول له كرييت، هياخد الصورة دي ويعمل فيها بعض التعديلات تمام. طيب أنا هقول له بقى فيري كرييتيف تمام، يعني عدل لي الصورة خلاها تختلف تماما. بص تقريبا خد نفس، يعني حط صورة الفتاة في قلب الصورة بتاعت سلاحف النينجا دي. طيب
احنا ممكن نعمل ايه عشان ما ياخدش الصورة؟ طيب كده صراحة النينجا هتيجي تضربني. عدل فيها كتير قوي. طيب خلينا نقول له لا، يعني كريتيف بس مش اول الدرجات دي، هتودينا في ده. طيب خلينا نرجع دول برضه. هي دي الفكرة، ان انت بتديله صورة وهو بيبدأ يعمل لك بعض التعديلات عليها. تمام، دي ظريفة يعني. طيب دي ممكن بقى ترفع فيها صورة شخص معين. اجي هنا اقول له انا عايز الشخصية دي مثلا ايه، ابوي ومثلا ميدل ايست. تمام، هو عامل لك صورة مش موجودة اصلا، وممكن تدي له مثلا عرب. تمام بالشكل دوت. طيب لو انت عايز اكتيفيتي معينه، بيلعب حاجه معينه، لو انت عايز المكان في الصحراء في مبنى زي ما انت عايز. تمام، وممكن تدي له صوره يبدا يخليها كريفرنس ليه. ففعلا عملنا الصوره بالشكل دوت اهو اهو. ده الصورة دي تقدر تستخدمها في أي موقع من المواقع بدون أي مشاكل كوبي رايت أو كده، لأنها مش شخص حقيقي، مفيش حد يقول لك صورتي. تمام، لو قال لك صورتي يقول له ده الذكاء الصناعي، ده يعني يخلق من الشبه 44. ماشي، متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.